أهلا مشاهدينا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا فقرتنا الثانية. كاميرا قناة النيل الأزرق كانت حاضرة في مركز الفرقان لتحفيظ القرآن، قام احتفالية بمناسبة تخريج عدد من الحافظات. نغني لكم جزء من البرنامج نشوف. على الخيارة محمد الجانب المشارة، شرعت مدحا باسم ربي، إلهنا المنه الجبارة. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، واحد الحق جلال جلا وفي غناه العباد فقارا. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، ومالك الملك والملوك وجاعل الليل والنهار. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، دحى الأرض بالجبال رساها، رفع سما حاكم البصارة. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، ثنيت بصاحب الرياسة محمد. أهلا وحيا الكرام، امرأة حافظة للقرآن في كل بيت، هدف مراكز الفرقان الذي بفضل الله تعالى أصبح قريب المنال. فها نحن في كل موسم نحتفي بنخبة من الخاتمات المتقنات، وبفضل الله تتضاعف الأعداد ويتزايد الإقبال وتنتشر مراكز الفرقان لتحفيظ القرآن، حتى أصبح عدد الدارسات في مراكز الفرقان 3185 دارسة. فلله الحمد والشكر والمنة، هو الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ضيوفنا الكرام، اليوم هو الموسم الرابع لتخريج مراكز الفرقان لتحفيظ القرآن، فاليوم نبارك لأربعين خاتمة لكتاب الله. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، شرعت مدحا باسم ربي، إلهنا المنه الجبارة. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، واحد الحق جلال جلا وفي غناه العباد فقارا. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، ومالك الملك والملوك وجاعل الليل والنهار. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، دحى الأرض بالجبال رساها، رفع سما حاكم البصارة. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة، ثنيت بصاحب الرياسة محمد العتب النزارة. إلهي صلي على الخيارة محمد الجانب البشارة،
رافعنا يوم موقف الغيامة نهار يكون.